que je connais. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مرة أخرى. طبيعة الحال دائما في قضية يوسف الزروالي، اليوم عندنا واحد السيدة اللي غادي تعطينا واحد الاعتراف ديالها وغادي تبوح لنا كذلك، فاليوم غادي نسمعوا القصة ديالها. هاد السيدة هذه كان زارها طبيعة الحال اليوتيوبر الشهير يوسف الزروالي المتابع بتهمة طبيعة الحال النصب وخيانة الأمانة والتشهير والسب والقذف والتزوير وثيقة مرور، فالقضية ديالو لازالت مستمرة. وهاد السيدة كانت بين الناس اللي كانوا كيجيو طبيعة الحال المحكمة باش يأزروا يوسف الزروالي، جات تعطينا شهادة في حقه، جينا عند التلبيس ديالها باش تعاودنا على القصة ديال إبراهيم الطفل اللي مداوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم قصة معاه. إذا لالا مرحبا بك. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ لاباس الحمد لله. أنا جا عندي يوسف الزروالي في رمضان، جاب قفة و4000 ريال لإبراهيم، وقال لي وعاودت له أنا القصة ديال إبراهيم، لأن حنا ما بغيناش الفلوس، أنا بغيت واحد سميت واحد الباندا تخرجهم له الطبيب. صورني ومشى، ومرة أخرى رجع عندي الزروالي وعطان الولد 26000 ريال، ولكن أنا ما كنتش باغية الفلوس، أنا كنت باغية الباندات. هادشي اللي كاين مشكل، يعني في جميع الأحوال يوسف الزروالي لبى النداء وجا وحضر وشاف الوليد إبراهيم. هو شنو منش كيعاني إبراهيم؟ معاق، معاق سساتيا وعقليا، يعني أنا نوريه لك دابا نجيبو وتشوفيه. صافي هادشي اللي كاين، ما كان مشي عند المحكمه وكان وقف زعما على الزروالي باش يخرج وما بقيتش كنمشي، حيت علاقتك طبيعه الحال زوينه معاه. وكذلك يوسف الزروالي كي قلتي لنا، يعني ملي شاف الطفل ابراهيم جا جوج مرات، المره الاولى جا وشافه، جا في رمضان وعطى الوليد 4000 ريال وعطاه قفه، وجا المره الثانيه وعطى الوليد 26000 ريال. صافي، وانا ما باغاش الفلوس، انا كنت باغا غير دوك الباندات لهذاك الوليد، لان هذاك الوليد عواج له عواج. صافي هادشي. من بعد هو دار جوج النداءات لابراهيم، يعني في انتظار انا المحسنين يتصلوا بك باش يجيبوا لكم. لكن ما كاينش الحمد لله. هو باين هذاك الوليد، انا اللي عاطيه الباين هذاك الوليد، سكنه عندي مسكنه هو وبنت اختي، وداك الوليد انا اللي كنخدم ونتعاون معاه. صافي هادشي اللي كاين، ما انا ما بيني وبين الزروالي والو. اذا منين سمعتي الاعتقال طبيعه الحال ديوسف بديتي كتجي المحكمه، باش حسيتي؟ ما كنبقى فيا، ولكن في التالي ما بقيتش كنمشي، يعني ماشي ايه. صافي هادشي اللي كاين. اذا شنو تمني لهم من هذا؟ الله يطلق سراحو، الا كان ما داير والو الله يطلق سراحو، كان شي حاجه راه العداله اللي غادي تحاكمو ماشي انا. اذا يوسف الزروالي كان معروف طبيعه الحال بالخير اللي كيدير الناس، بزاف الناس يقولوا طبيعه الحال هذه الهضره هذه من بينهم انت. اذا شنو هي رساله الشكر اللي تبغي تقدمي له رغم انه الان داخل اسوار السجن؟ شكرا على المعاونه ديالو، الله يطلق سراحو. صافي هادشي اللي غادي نقول، ما عندي ما غنقول. صافي. اذا لالا شكرا على هاد الشهاده اللي درتي طبيعه الحال في يوسف الزروالي. مشاهدينا كيف ما شفتوا كاينين اطراف، وطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا معنا السيده كانت من الناس اللي طبيعه الحال كيساندوا يوسف الزروالي، ولا زالت كذلك، يعني هي الان كتشكروا. فمن تلقتنا قلت لنا ما كرهتش نعطيكم هذه الشهاده ديال انه جا عندنا ودار الواجب وحضر، رغم انه ما تشراش الوليد ابراهيم ذاك البرو، المهم ماشي مشكل، المهم هو انه جا وحضر وشافهم وعطاهم شي بركه ديال الفلوس. اذا هي بغات تشكروا من هذا المنبر. فمشاهدينا قضية يوسف الزروالي لا زالت مستمرة. إذا طبيعة الحال هذا هو الوليد إبراهيم كنشوفوه قدامنا. يوسف كيف ما قلتي جا عندكم وبدا تحقق بعض المرات. جوج مرات جا عندي يوسف، مرة في رمضان وفي رمضان عاوتاني رجع. إذا حنا كيف ما كنعرفوا هو الآن داخل أسوار السجن، القضية ديالو مازال ما تسالتش، فواخا هكاك طبيعة الحال الأبواب ديال القناة ديالنا محلولة. فالان احنا متاكدين كيتابعونا المتتبعين ديال يوتيوبر يوسف الزروالي وديال الوانكم بطبيعه الحال يقدروا يشوفوا الطفل ابراهيم يبغيو يتعاونوا معاه. فشنو هي المتطلبات ديال ابراهيم؟ القريصه ديال الضو يتعاونوا فيها على ليكوش ديالو. صافي.
اذا مشاهدينا كيف ما سمعتوا الوليد ابراهيم كيف ما كنشوفوا محتاج الكراسه ديال الضوء كهربائيه باش تكون سهله في التنقل ديالو باش ما يتعذبش لا هو ولا العائله ديالو، وكذلك كيف ما قالت الحفاضات وداكشي اللي كيحتاجوا في التنظيف ديال الاطفال. اذا مشاهدينا ها انتم كتشوفوا معنا مباشره طبيعه الحال مع السيده. اذا غادي تعطينا الرقم ديالكم ديال التليفون الناس والمتتبعين ديالنا باش يتواصلوا معنا. 06 64 87 84 65. شكرا لكم مشاهدينا، دير الخير تلقاه.